السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، مرحبا بكم في حلقة جديدة معكم مستر صبري ياسين، وهذه قناة سبيشال يوتيوب، قناة الشباب المتميز. الحلقة دي إن شاء الله هنشتغل مع بعض حاجة إحنا قصرنا فيها جدا وما خدناش بالنا منها في الفترة اللي فاتت، اللي هي الرايتنج سكيلز أو مهارات الكتابة. الجانب ده إحنا أهملناه من بداية ما اشتغلنا وسبناه وركناه لحد ما خلاص، يعني الناس حاسة إنها يعني في ناس كتير وقع منها نقاط مهمة كتير جدا في الجانب ده اللي هو جانب المهارات. وبعد النظر في أفضل الكتب الخارجية اللي موجودة على الساحة، لقيت إن أحسن كتاب بيتناول جانب المهارات بشرح يعني لا هو بالتفصيل الممل ولا هو بالتقصير المخل، جايب كل حاجة كويسة زي بالمعقول يعني ومن غير ما يسيب أي حاجة، هو كتاب المعاصر. والجزء بتاع المهارات ده لو هو أنت مش عندك الكتاب، هسيب لك رابط في مربع الوصف أسفل الفيديو، تقدر إنك تحمل الملف منه وبرضو تتابع معانا الحلقات ان شاء الله. ان شاء الله السلسلة هنمسكها من اولها لاخرها، كل يوم هنزل فيديو يخص مهارات الكتابة، تابعوني عشان تصلكم يعني الحلقات اول باول. فعل زر الجرس لو دي اول مرة تشوف القناة، اشترك معايا في القناة، وياريت بعد ما يخلص الانترو ما تبخلش على ضغط زر اللايك، مش هي يعني حاجة مش هتكلفك اي حاجة، ده ابسط يعني حاجة ممكن تقدمها لي. اتمنى لكم جميعا التوفيق واستنوني بعد الانترو. ورجعت لكم مرة تانية ويلا بينا نبدأ بسم الله. أول حاجة عندنا هنشوف كده نظرة كده على الحاجة اللي قدامنا، وبعدين هننتقل لحل أسئلة عليها مباشرة. أول حاجة عندي بتكلم فيها بقول الإكسبريشنز التعبيرات والإيديومز التعبيرات الإصطلاحية أو المصطلحات من الكتاب المدرسي. بيقول هو في الكتاب المعاصر من بين سطور جميع وحدات الكتاب المدرسي تم استخلاص جميع التعبيرات الهامة الخاصة بمهارة الكتابة 66 تعبير، ويمكن أن يلجأ إليها واضع الامتحان سواء فيما يخص مهارة الكتابة أو حتى أسئلة المفردات. إحنا بقى هنستعرض هذه التعبيرات اللي هم 66 تعبير دول اللي هو بيقول عليهم، وبعدين هنحل تمارين عليهم من كتاب المعاصر. ردد ورا مني وعلشان تكون قادر انك تحفظ الايه الكلمات دي وتنطقها بشكل سليم. بسم الله. according to طبقا لي او حسبا لي، after all برغم كل ذلك او في النهاية، all in all في المجمل او بصفة عامة، all the best ارق الامنيات، as a result of كنتيجة لي، as far as على قدري او على نفس المسافة، at all على الإطلاق، back then في ذلك الحين أو آنذاك، be due to يكون من المقرر أن، because of بسبب، cause and effect السبب والنتيجة، on balance إجمالا أو إذا أخذنا كل شيء في الاعتبار، on the one hand من ناحية، on the other hand من الناحية الأخرى، on the whole في المجمل، once upon a time ذات مرة، or rather بالأحرى، owing to بسبب، point of view وجهة نظر، positive and negatives إيجابيات وسلبيات، professional profile ملف التعريف المهني، citizen journalism صحافة المواطن، come to the conclusion that يستنتج أن أو يخلص إلى، compared to مقارنة ب، depending on على حسب، even though مع أن، extreme adjective صفة قوية، from my point of view من وجهة نظري، hi there أهلا، in addition to بالإضافة إلى، in conclusion الخلاصة، in detail بالتفصيل، in general بصفة عامة، in other words بعبارة أخرى، in return في المقابل، pros and cons مزايا وعيوب، reason for سبب في، rhetorical question الاستفهام البلاغي سؤال لمجرد التأثير الخطابي، see in a more positive light يرى بمنظور أكثر إيجابية، see you then أراك حينئذ، shortly after
بعد فترة قصيرة من so that لكي take into account يضع في الاعتبار talk to you soon أحدثك قريبا thanks to بفضل أو بسبب that is because ذلك لأن that's a good point هذه نقطة أو فكرة أو وجهة نظر جيدة the reason why السبب في أن in what ways بأي الطرق instead of بدلا من it wasn't until ليس قبل it's likely that من المحتمل أن it's thanks to إنه بفضل job title المسمى الوظيفي let me explain دعني أوضح most important of all أهم شيء much to my surprise ومما أصابني بالدهشة the reasons behind the results الأسباب التي أدت إلى النتائج the true cause of السبب الحقيقي أن لي the way I see it كما أرى أو كما أظن to be honest صدقا أو الحق يقال to conclude والخلاصة هي أو نستنتج أن up until then حتى ذلك الحين what is going on ماذا يحدث whether or سواء أو yours faithfully المخلص لك سننتقل بعد ذلك لإجابة الأسئلة على هذه التعبيرات السؤال الأول بيقول choose the correct answer from A, B, C or D number one which of the following is an end salutation in a formal letter or email الإجابة هتكون yours faithfully اللي معناها المخلص لك وطبعا السؤال بيقول أي من التعبيرات الآتية هو تحية توضع في نهاية خطاب رسمي أو إيميل رسمي طبعا ممكن نكتب yours faithfully لكن in conclusion اللي معناها الخلاصة دي بتوضع في نهاية الإساي مش في نهاية الإيميل once upon a time توضع في بداية إساي اللي هو narrative إساي اللي معناها ذات مرة أما تيجي تحكي حدوتة أو حكاية see you then أراك حينئذ دي توضع في نهاية إيميل informal وليس formal رقم 2 means after considering all the information الإجابة هتكون on balance تعبير on balance اللي معناه بالعربي إجمالا وبعد أخذ كل شيء في الاعتبار after all دي معناها في النهاية on the whole دي معناها في المجمل قريبة من إجمالا لكن مش هتنفع owing to معناها بسبب رقم 3 is used to say that this is what you really think السؤال بيقول معناه يعني تستخدم لكي تقول أن ذلك حقا هو ما تعتقده تعبير اللي بيقول to be honest اللي معناها الحق يقال أو صدقا أقول أو لكي أكون صريحا معك instead of معناها بدلا من وon the one hand معناها من ناحية وكلمة all in all معناها في المجمل أو بصفة عامة رقم 4 introduces a probability اللي بيعبر عن الاحتمالية التعبير اللي بيقول it's likely that أو ممكن it's likely to زائد المصدر برضو بس الفرق ان that بيجي بعدها جملة و to بيجي بعدها المصدر ومعناها بالعربي من المحتمل أن it wasn't until لم يكن حتى وبيساوي بعدها بتساوي after التعبير ده it's thanks to إنه بفضل وmost important of all ده معناه والأهم من كل شيء رقم 5 is used to say that something definitely will or will not happen whatever the situation is الإجابة هتكون whether or السؤال معناه بيقول يستخدم لكي تقول أن شيئا ما بالتأكيد سوف أو سوف لن يحدث مهما كانت الظروف يعني مثلا لو قلت على سبيل المثال we will go to the cinema whether you come or not يعني احنا هنروح السينما سواء انت جيت معانا او ما جيتش معناه ان حاجة هتحصل مهما كانت الظروف
وذر سواء أو. so that معناها لكي، ودي بتعبر عن الغرض. due to معناها بسبب، وبتعبر عن الكوز السبب. even though تستخدم للكونتراست اللي هو التناقض، ومعناها بالرغم من. المسألة اللي بعدها رقم 6 is used to introduce another piece of information to what you have just said. اللي جاب التعبير اللي بيقول in addition to، اللي معناها بالإضافة إلى. والسؤال معناه يستخدم لكي تقدم معلومة جديدة أو معلومة أخرى إضافة لما قلته للتو. according to دي معناها وفقا لي، compared to معناها مقارنة ب، come to the conclusion that دي معناها يستنتج أن أو يخلص إلى. رقم 7 introduces a different way to say something that you have previously said. الإجابة هتكون in other words، واللي معناها وبعبارة أخرى. والسؤال معناه التعبير بيستخدم عشان تقدم طريقة مختلفة لقول شيء ما قد قلته سابقا أو قد قلته من قبل، اللي هو التعبير ده in other words اللي معناه وبعبارة أخرى. let me explain معناها دعني أوضح لك. take them into account معناها يضع في الاعتبار. in return معناها وفي المقابل. رقم 8 you can start the final paragraph of an essay with، تبدأ آخر فقرة في المقال بكلمة in conclusion اللي معناها وفي الختام. yours faithfully معناها المخلص لك. once upon a time معناها ذات مرة. see you then معناها أراك حينئذ أو في ذلك الحين. رقم 9 the game was cancelled because of heavy rain. which of the following can replace because of. ايه التعبير اللي ممكن استبدله ب because of؟ التعبير اللي بيقول owing to، اللي برضو معناها بسبب، وبيجي بعدها noun او verb ing زيها زي because of بالظبط، وبتعبر عن السبب. on the whole دي معناها في المجمل. after all معناها وفي النهاية. on balance دي معناها اجمالا، وبعد اخذ كل شيء في عين الاعتبار. رقم 10 is used to introduce different points of view, ideas, etc. especially when they are opposites. الإجابة تكون on the one hand، اللي معناها ومن ناحية. والجملة معناها يستخدم لكي تقدم أفكارا مختلفة أو وجهات نظر مختلفة، وبخاصة عندما يكون مختلفين عن بعض أو متضادين. all in all دي معناها في المجمل. to be honest معناها الحق يقال أو صدقا أو لكي أكون صريحا معك. instead of معناها بدلا من. رقم 11 introduces a positive reason. الإجابة هتكون it's thanks to. والجملة طبعا it's thanks to دي معناها إنه بفضل، وبيقول تستخدم لكي تقدم سببا أو مبررا إيجابيا. it wasn't until لم يكن حتى. it's likely that من المحتمل أن. و most important of all معناها والأهم من كل شيء. رقم 12 introduces purpose تقدم الغرض أو تعبر عن الغرض، هي so that اللي معناها لكي. whether or معناها سواء أو، وقلنا دي بنستخدمها لنقول أن شيئا ما سوف يحدث مهما كانت الظروف. due to معناها بسبب تعبر عن السبب. و even though معناها بالرغم من، ودي بتستخدم في الكونتراست اللي هو التناقض. رقم 13 is used when considering the size, quality or amount of something in relation to something similar. الإجابة هتكون كلمة compare to واللي معناها مقارنة ب.
وهو بيقول تستخدم لاعتبار او النظر بالاعتبار يعني للحجم والجودة ومبلغ او كمية شيء ما او مقدار شيء ما ارتباطا او وهو له علاقة بشيء ما مشابه له. according to معناها وفقا لي، come to the conclusion that معناها يخلص الى او يستنتج ان، in addition to معناها بالاضافة الى، ودي بتستخدم في الاضافة. رقم 14، when you want to make something clear for someone you can start with، الاجابة هتكون let me explain، اللي معناها دعني اوضح لك او اشرح لك. بيقول عندما تريد ان تجعل شيئا ما واضحا لشخص ما فانت تبدأ بان تقول let me explain. take into account دي معناها يضع في الاعتبار، يضع في الاعتبار. in return معناها وفي المقابل. in other words معناها وبعبارة أخرى. رقم 15، you can start telling a story with not، الإجابة هتكون once upon a time، اللي معناها ذات مرة. والسؤال معناه بتبدأ بهذا التعبير حينما تخبر قصة، بتبدأ بإيه؟ ب once upon a time. see you then، أراك حينئذ، ودي بتختم بيها المقال الانفورمال. yours faithfully، المخلص لك، ودي بتختم بيها المقال الفورمال. وان conclusion دي بتختم بيها المقال، معناها وفي الختام او نستنتج ان. رقم 16، which of the following means despite what has been said or expected، السؤال معناه بيقول اي من التعبيرات الاتية معناه ورغم كل ما يقال او يتوقع، اللي هو التعبير اللي بيقول after all، اللي هو معناه وفي النهاية. on balance معناها اجمالا، وبعد اخذ كل شيء في الاعتبار. on the whole معناها في المجمل، و owing to دي معناها بسبب، وقلنا بتساوي because of وبتساوي due to. رقم 17، means in the place of somebody or something، اللي جابه كلمة instead of اللي معناها بدلا من، والسؤال معناه مكان شخص ما او شيء ما، يعني بدلا من. to be honest الحق يقال. on the one hand معناها ومن ناحية، ومن ناحية. all in all معناها في المجمل او بصفة عامة. رقم 18، gives a similar meaning to after، يعطي معنى مشابه لكلمة after، اللي هو التعبير ده اللي اسمه it wasn't until، هو بيدي نفس معنى after. it's thanks to معناه انه بفضل. it's likely that من المحتمل ان. most important of all معناها والاهم من كل شيء. رقم 19، introduces contrast، يعبر عن الكونتراست اللي هو even though، اللي معناها بالرغم من، دي بتعبر عن التناقض. due to معناها بسبب، دي بتعبر عن الكوز. whether or قلنا معناها ان شيء ما، will happen whatever the situation مهما كانت الظروف. so that معناها لكي، ودي بيجي بعدها purpose اللي هو الغرض. رقم 20، means in a way that agrees with a system or plan or obeys a set of rules، التعبير اللي بيقول according to اللي معناها وفقا لي او حسبا لي، يعني حسبا لي. بيقول ان معناه ان in a way بطريقة تتفق مع مجموعة من الخطط او يتفق مع مجموعة من القواعد. compared to دي معناها مقارنة ب. come to the conclusion that معناها يخلص الى او يستنتج ان. in addition to معناها بالاضافة الى. رقم 21، means as payment or reward for something، الإجابة هتكون in return، واللي معناها وفي المقابل. وبيقول إن هي معناها payment معناها دفع، من فعل pay يعني يدفع، وكلمة reward اللي معناها مكافأة لشيء ما. take into account معناها يضع في الاعتبار،
let me explain معناها دعني أشرح، وin other words معناها وبعبارة أخرى. can be used to promise a meeting at a later time. الإجابة هتكون see you then اللي معناها أراك حينئذ. والجملة معناها بقول يمكن أن تستخدم لكي تعد، توعد يعني بأنك تقابل حد أو تجتمع معه في وقت لاحق، اللي هي أراك حينئذ. once upon a time قلنا معناها ذات مرة. used to tell a story تخبر بقصة. yours faithfully قلنا معناها المخلص لك. in conclusion معناها وفي الختام أو نستنتج أن. رقم 23 means considering everything باعتبار كل شيء. ينفع تقول in general وينفع تقول on the whole، يبقى الإجابة بتاعتك هتكون A and B. وowing to دي معناها بسبب. رقم 24 in writing is used to show that you are considering every part of a situation. الإجابة هيكون التعبير اللي بيقول all in all اللي معناها بصفة عامة أو في المجمل. بيقول لما تستخدمها أنت بتبين أنك واخد في الاعتبار كل جزء آخر من الموقف. on the one hand معناها ومن ناحية. to be honest الحق يقال. instead of معناها بدلا من. رقم 25 is used to introduce a very strong argument. الإجابة هتكون most important of all معناها والأهم من كل شيء. بيقول إنها تستخدم لتقديم حجة. argument هنا معناها حجة قوية جدا. it's likely that دي معناها ومن المحتمل أن. it wasn't until لم يكن حتى. it's thanks to إنه بفضل. رقم 26 introduces cause اللي بيعبر عن السبب. كلمة due to اللي معناها بسبب. even though معناها بالرغم من. كلمة whether or قلنا معناها سواء أو. وso that معناها لكي ودي بتعبر عن الغرض. رقم 27 means to reach a conclusion about. الإجابة هتكون come to the conclusion that اللي معناها يخلص إلى أو يستنتج أن. وقول معناها إنك تصل إلى استنتاج بخصوص حاجة معينة. according to معناها وفقا لي. compared to معناها مقارنة ب. وin addition to معناها بالإضافة إلى. رقم 28 when you consider particular facts, circumstances, etc. when making a decision about something you take them into account. يعني أنت تضعهم بعين الاعتبار. السؤال معناه عندما تعتبر حقائق معينة وظروف معينة عند صنع قرار حول شيء ما أو بخصوص شيء ما فأنت تضعهم بعين الاعتبار. لكن let me explain معناها دعني أشرح، مش هتنفع. say them in other words تقولهم بعبارة أخرى برضو مش هتنفع. وgive them in return معناها يعطي في المقابل برضو مش هتنفع. رقم 29 I applied for the new job and I am waiting for the answer to my application with bated breath. this means that I. والسؤال ده من أسئلة اللونج مان، السؤال مهم. الإجابة هتكون I am in a nervous and excited state anticipating what will happen. السؤال معناه أنا تقدمت لوظيفة جديدة وأنا أنتظر الرد بتاع الابليكيشن هو طلب التقديم بتاعي. with bated breath معناها بفارغ الصبر، أنتظر بفارغ الصبر. هذا يعني أنني في حالة مثارة ومنفعلة. أتوقع anticipate معناها ينتظر ويتوقع ما سوف يحدث. طبعا بقية الإجابات كلها غلط. رقم 30 A successful journalist must be nosy and interested in people. this means that he or she has to be not.
برضو ده سؤال من اللونج مان، والإجابة هتكون كلمة curious and inquisitive. curious معناها فضولي، وانكوزيتيف صفة معناها استطلاعي أو فضولي، شخص محب للاستطلاع، عنده حب استطلاع يعني. والسؤال معناه أن الصحفي الناجح يجب أن يكون نوزي، صفة معناها متطفل ومهتم بالناس، ده معناه أن هو لازم يكون فضولي واستطلاعي، مش ليس فضولي ولا طموح، ولا أنه هو يكون مبهج ومتسامح، ولا هو ان هو يكون unenthusiastically waiting for good news. unenthusiastically دي معناها بلا حماس، waiting يعني ينتظر، يعني ينتظر الاخبار الجيدة بلا حماس. طبعا ده مش من سمات الايه الصحفي الناجح. رقم 31، once I got my breath back I hurried home as fast as I could. I got my breath back means I، نفس القصة ده من أسئلة اللونجمان، أسئلة مهمة، الإجابة هيكون I started breathing normally again. السؤال معناه بقول بمجرد ما أخدت نفسي، I got my breath back، لقطت نفسي، أسرعت إلى البيت بأقصى سرعة عندي أو بأسرع ما استطعت. I got my breath back، التعبير ده معناه إيه؟ معناه إن أنا بدأت أتنفس بصورة طبيعية مرة أخرى، لأن هو كان إيه؟ كان بيجري. بقيت الإجابات كلها برضو مش نافعة. رقم 32، A terrible accident happened in Banha. Which of the following completions shows result؟ بيقول في السؤال حادثة فظيعة حدثت في بنها، أي من التكملات الآتية تبين النتيجة اللي فيها So some people were sent to hospital. So اللي معناها لذلك، دي بيجي بعدها النتيجة، لكن due to اللي معناها بسبب، دي بيجي بعدها السبب. although بالرغم من، دي بتعبر عن الكونتراست التناقض، but معناها لكن، ودي برضو بتعبر عن الكونتراست اللي هو التناقض. رقم 33 واخر سؤال معانا في الحلقة، A terrible accident happened in Banha. Which of the following completions shows cause؟ الإجابة هتكون due to the rash driver. الجملة بتقول حادثة فظيعة حدثت في بنها، أي من التكملات الآتية يمكن أن تبين أو تعرض السبب cause. طبعا كلمة due to اللي بتعبر عن السبب، وكلمة rash driver معناها السائق المستهتر أو المتسرع أو الطائش. كلمة rash كمان لها معنى تاني، بتيجي بمعنى، تيجي اسم بمعنى طفح جلدي، أحد الأمراض الجلدية يعني، لكن لما بتيجي صفة بيكون معناها مستهتر أو طائش أو متهور. also بتعبر عن التناقض، وبط بتعبر عن التناقض، وصو زي ما قلنا بتعبر عن النتيجة. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، أتمنى دعما منكم لاستمرار هذه السلسلة، تضغط لايك للفيديو، التفاعل ضعيف جدا مع القناة، وده بيخلي مشاهدات القناة ضعيفة، وبصراحة بتبقى بيخلي نفسي مش، ما عنديش قابلية إن أنا أقدم المزيد. رجاء ادعمني بتعليق، اكتب، انزل اكتب اي تعليق، حتى لو هتصلي النبي على النبي في تعليق من التعليقات، بنيت ان ربنا يوفقك ان شاء الله. استنوني الحلقة الجاية ان شاء الله، هنتكلم عن السنتنس استراكتشر، وان شاء الله هسيب لكم الرابط في مربع الوصف اسفل الفيديو عشان تقدروا تحملوا الملف ده. اتمنى لكم جميعا التوفيق، شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.